السلام عليكم ومرحبا بكم خياتي في فيديو جديد لقناتي أطباق زوجة هاني. اليوم البنات بمناسبة عيد المرأة، نتمنى لكم عام سعيد ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. تحية لكل امرأة مكافحة، امرأة تتعب على ولادها على دارها، كل أم، كل امرأة مهما كانت الصعوبات اللي راهي تواجهها واقفة على رجليها. نقول لك عامك سعيد حبيبتي، ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. دونك اليوم جيتكم فيديو قصير ماشي طويل بزاف ولكن ممتع، نتمنى انكم تستمتعوا كما تمتعت به انا في هذا اليوم. اليوم 8 مارس عيد المرأة، درت في المحل تاعي معرض للحرفيات متنوع، كان فيه عدة حرفيات شاركوه معايا، يعطيهم الصحة كامل البنات اللي كانوا معايا والسيدات الحرفيات، كاين اللي كبارات وكاين اللي صغارات، كامل مرحبا بهم. دونك راح نشارككم اليوم لحظات، حاولت اني نخطف لكم فيديوهات قصار، حاولت اني نخطف لكم شويه من الصور. كاين لي موديل اللي سبق وشفتوهم معايا في القناه، وكاين لي موديل اللي راح تشوفوهم في الايام القادمه. دونك كيما راكو تشوفوا، قبل كل حاجه الصوت تاعي راه شويه تعبان لاني هضرت بزاف اليوم، جاوني احباب ربي من كل مكان، جاو فرحوا معايا والله غير فرحت بيهم، كل وحده حضرت لعندي للمحل غير فرحت بها والحمد لله. كما راكم سبق وشاهدتوا في بداية الفيديو شوية من الصور اللي حاولت أني نلتقطها لكم اللي شاركت بهم أنايا، وكاين تبعوا الفيديو الأخير راح تشوفوا الحرفيات اللي كانوا معايا، كانت بزاف ممتعة يعني الصحبة نتاعهم، ما شاء الله تبارك الرحمن خرجوا الحضور اللي دخلوا لعندنا خرجوا كامل راضيين وفرحانين، ودعونا كامل بالخير لانه فريمو كانوا كما نقولوا النساء نعم، النساء اللي شاركوا معنا بلمستهم كما نقولوا بصنعتهم، والله يبارك عليهم. خلوا الفيديو يحكي لانه الصور تعبر على الفنانات اللي كانوا معايا. كما راكم تلاحظوا كانت معنا طبيبة مختصة في الحجامة والطب البديل والإبر الصينية، شاركت معنا بقوة. كانت معنا الأخت من تلمسان، عايشة معنا هنا في الأربعة، متزوجة عندنا في الأربعة كما احنا نقولوا، شاركت معنا بالصفة التلمسانية، يعني صدقوني بنا ولا أروع فريمون. صح بنينة، ننصحكم أنكم تجربوها وإن شاء الله راح تعجبكم كما عجبتنا حنايا. هذه الوردة نهديها لكل المتتبعات الوفيات اللي راكم معايا، عيدكم سعيد ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. أنا كان هذا حطته لنا الأخت المشاركة، مكانش اللي ما داقش من الصفة هذه وما قالش بنينة والله يبارك. كما راكم تلاحظوا فيها صفة لمسانية ما يعرفوا لها غير ماليها، هادو ما شوية اللي جاتو سك، كاين اللي لصقتهم بالطوفية، كاين اللي لصقتهم بالمعجون، هادو ما كاين. هادو البنات ما حبيت نوضح فقط انه صورت لكم في العشية كان نص الكبير من اللي جاتو نقص منهم، دونك كاين اللي صابليت سيترون ندير لكم ان شاء الله في الايام القادمة. هذا يا جوغ بنيون مع خليط بين البنيون والبجاويه، اعطى بنه رهيبه بزاف بزاف عجبهم. عندكم هنا ليروس اللي حبوها بزاف لي كليون تاوعي، صابلي سيترون درتها لكم على شكل قلب وعلى شكل اوفال وعطيت لها ديكورات متعدده. صابلي اللي تعرفوها وكنتوا جربتوها ونجحتوا فيها كامل، تشارك على المسكر الثاني عجبكم شحال من خطره وانتم تطبقوا في الوصفات تاوعي فيه. الفاكهه بريستيج مع الرزمه ان شاء الله نديرها لكم في الايام القادمه. لي بري اللي راح تشوفوهم البنات هنايا ديروا في بالكم باللي كانوا خاصين بالافتتاحيه. جاتو تاع الطليا درتو كما نقولوا محتمه لانه داخل اخر دقيقه ما كفانيش الوقت باش ندير فينيسيون بالطبع واللي كولاغ تاع الطليا بالطبع. عندي هنا صابلي الجوزيه دارت حاله وبزاف عجبتهم. المقروط المرمل اللي سبق وشاركتو معاكم ونجحوا فيه بزاف من البنات في التطبيقات تاعهم. القريوش ثاني جربتو معاكم وعجبكم، كعك النقاش بدون تعليق عليه. البقلاوة العزيزة اللي كامل تحبوا البقلاوة تاعي وجاو على جالها خصيصا، البراجم بالسين الله الله، المطلوع ولا أروع، درت لكم شحال من وصفة تاع المطلوع. هنا كانت معنا أخت ثاني شاركت بالمعجنات،
كما راكم تشوفوا بركوكس والرشته، كاين الشخشوخه، كاين المطلوع، كاين الرشته كما نقولوا تاع السميد، وكاين تاع الفارينه. جابت المسمن، جابت المحاجب، ما شاء الله عليها، ربي يوفقها ان شاء الله. كانت معنا الخياطه المحترفه فاتي، مدربه الخياطه، يعني ما شاء الله عليها فاتحه زميط، ربي يوفقها ويعطيها ما تتمنى. الخياطه تاعها متقونه متحوفه. هذو ما كانوا تاع المتدربات اللي عندها حبت يشاركوا بال واش تعلموا من عندها كيما نقولوا، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. جابت مام الكتالوج تاعها، كاين بزاف لي فوتو كانوا ناقصين باسكو داوهم لي كليون، كاين لي كومونداو غير من هذو لي فوتو، لانه خدمتها متحوفه صدقوني. ومام البنات اللي يتعلموا عندها كامل ما شاء الله تبارك الرحمن عليهم. سامحوني. هذه هي بالنسبة للخياطة اللي شاركت معنا، هذه لمحة صغيرة من اللي شاركت بهم. بالنسبة اللي سالي اللي هذا واش قدرت نصور لكم، دارك هاكو تسني وكيفاش كانت في الأول، بعد ما فرغت هذه زدنا عمرناها، هذا واش قادو ما قدرتش نصور لكم للأسف، لأنه اللي سالي توحى بزاف بنان. كانت قلت لكم معنا الطبيبة المختصة بالحجامة والطب البديل والطب الأعشاب، يعني صدقوني قد ما نوصف الفوائد تاعها والاهتمام تاعها بالمريض، صراحة أنا الوالدة تاعي دوات عندها ولقت الحمد لله الشفاء، عجبها الحال بزاف، المعاملة تاعها بزاف هايلة. ننصحكم أنكم تعتمدوا الطب البديل لأنه فيه فوائد بزاف بزاف. شكرا ليها ونتمنى لها التوفيق والنجاح الدائم، لانه تستاهل انه تتكرم للصراحه، لانه خدمتها تشهد عليها. هذا بالنسبه للفيديو تاع اليوم، كما راكم تلاحظوا البنات. عيدكم سعيد، نلتقي في فيديو اخر. اللي حبيتوا الوصفه نديرها لكم خلوها لي في التعليقات. شهيدكم في الجنه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.